اهلا وسهلا بكم مره تانية. زيت بتاع سخن، طاسه سخنه، نبدا ننزل بالفراخ بتاعتي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الداخل ده ما نقلبهاش، سيبها بس دقيقة ونبدأ نقلبها على طول. عندي مايونيز هبدأ أحطه في قلب الخلاط بتاعي عشان أعمل بيه وصفة حلوة أوي معاكم. تومية بس بشكل جديد شوية. تمام؟ توم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل بالمايونيز. عندي توم، كل التوم دوت انا هعمل توميه. التوميه المفروض ان انا بعملها بابيض بيض بس، تمام، ومايونيز. انا هعملها لكم النهارده ببطاطس بس هعمل فيها فكره حلوه. ملح وفلفل ابيض، هو عليه ملح، مش هحط غير فلفل ابيض بس. تمام، اضيف شويه نعناع. احنا قلنا بشكل جديد، عصير ليمون، أبدأ أضرب كل الخليط ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان شوية لبن، اضرب ضربة كمان. تمام قوي، نقلب فراخ تقليبة حلوة. نركنها على جنب كده، هقول لكم اعمل ايه. في عندي بصل وعندي فلفل وعندي اضافات كتير قوي انا عايز اضيفها. سنه زيت بسيطه في النص، بدل ما اجيب طاسه ثانيه ابدا انزل بشويه بصل. تمام، شويه فلفل، شويه طماطم بس تكون جلد طماطم، بلاش عشان ما اقفلش عليكم برضو. ايه، شويه فلفل اصفر، شويه طحينه، كمان شويه، ندي تقليبه حلو ونسيب ده يعيش مع نفسه شويه على ما نعمل التومية اللي هنشوف هنعملها بشكل جديد. هنعملها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افتكروا انا ما حطيتش توابل، احط شوية ملح عشان تنزل لي المية بتاعت البصل وبتاعت العصارة دي كلها، شوية فلفل اسود صغيرين، بس ما تنسوش ان احنا متبلين الايه؟ الفراخ. خليكم صاحيين معايا. تمام الكلام، شيل ده مكانه، ده انزل بيه تحت. نجيب البطاطس بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، احنا عملنا ايه بقى في الخليط ده؟ عباره عن مايونيز، توم، شويه نعناع، شويه ملح، شويه فلفل ابيض، وقلبناهم مع بعض وهنقلبهم مع البطاطس ديت
تمام. انا يبقى انا ضفت ايه؟ البطاطس معاها. انا ممكن اعملها بالبطاطس بس، وفي ناس يعني تقول لك اللي هو ابيض بيض وده الصح بتاعها طبعا، بس احنا عايزين نعمل اضافه جديده. انا عندي شويه بطاطس في البيت عايز اعملهم بشكل كويس كده يعني، فبالتالي انا عايز اخترع وحاجه تتاكل. تمام، اقلب تقليبه حلوه كده. تمام قوي كده، اتخلط مع بعضه خلطه كويسه. نشوف الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اي شوكه اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. على ما نغرف ديت يكون دي ايه؟ استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، انا هعمل فكره هقول لكم عليها دلوقتي. شويه زيت في اي فورم عندي، اي شكل متاح تمام، وبفرشه او باي حاجه عندي، فاقوم جاي ايه ضايف مثلا شويه زيت بالراحه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف شويه زيت، شويه توميه اللي انا عملتها دي. بسم الله. تمام الكلام. كده حلو قوي. اجيب شويه فراخ. كده نجيب شويه توميه. اضيف كده طبعا كميه التوميه ديت، كل ما اكون معايا حلوه بقى هتعمل معايا فورمه حلوه قوي. هنزل كل الكميه اللي عندي. بسم الله. افردها ونقدم الاثنين باسلوب حلو ان شاء الله هيعجبكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني. عندي ديت على ما تنشف شويه تكون جملتها. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل لي 3 دقايق ان شاء الله اخلص فيهم ان شاء الله. معلش ان كنت مش مركز معاكم، بس انا مركز عشان اقدم لكم شكل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اظبط بقى شكل الطبق عندي، كل الفراخ بتاعتي اتظبطت. شوية خضار بالتلج، كرنب، جزر، أي حاجة عندي، أي شكل تمام اهوت الشكل ده. أعمل أنا إيه بقى؟
شوية جزر، أي خضار عندي موجود في قلب البيت بحب أكله بقدمه معاه. أدي أول طبق بشكل مختلف وبشكل جديد، طومية. ممكن أمس أديلكم مساحة كده. خلاص الفراخ بتاعتي تمام، فاضل لي دقيقتين بالظبط ان شاء الله اجيب لقمة العيش بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنة شيدر لو انتم مش عايزين بلاش، بس دي بتدي معايا شكل حلو قوي مع لقمة الفراخ ومع الشاورما طبعا لانها بتسيح معاها. وممكن اضيف معاها الايه، اضيف معاها الجبنه دي في الاخر خالص، هتسيح معايا وهتديني مطه حلوه قوي. تمام، ابدا الف اللقمه بتاعتي. تمام، انا هسيبها شويه مش عايز اقطعها كده عشان عايزه تسيح، او ممكن برضو اقطع لكم واحده اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، نضرب بقى مكاننا ده. نضف المكان بتاعنا، وطبعا احنا الكميه اللي انا عايز اضيفها، وطبعا هقدم العيش اللي احنا عملناه اهوت. نقطع منه برضو جزء. اي حاجه بسيطه عندي صغيره، بس انا عايز اضيف حاجه صغيره. معلش بدون دقيقة بالظبط. أي بقى، أي إضافة مثلا، أي نوع خضار أنا بحبه، سواء كان مثلا طماطم، خيار، الخضار اللي أنا بحبه عايز أكله مع أي نوع سلطة، سواء زواتين، مخللات. نقدر نقول عملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا توميه بس بشكل جديد قوي، عملنا مع بعض شاورما سريعه مع عيش الصاج او عيش التورتيلا، وادي العيش قدام منكم اهوت. ممكن نقدر نستخدمه مع جبنه، مع فول في السحور، حاجه خفيفه، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ولو انت غاوي هتخليك مع مين؟ مش سامعكم. مين؟ انا سامع كل اللي موجودين بيقولوا الحاوي. ايوه هو ده. سلام.